أهلا بكم. وسط تأهب أمني تجرى غدا في مختلف المحافظات المصرية انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشعب، وتعقد الانتخابات رغم أحكام قضائية بوقفها في نحو 25 دائرة انتخابية. وقد استمرت اليوم احتجاجات العشرات ممن استبعدوا من الترشيح رغم صدور أحكام قضائية تقضي بتمكينهم من خوض الانتخابات، ويبلغ عدد المرشحين نحو 5000 يتنافسون على 508 مقاعد في البرلمان، بينها 64 مقعدا مخصصة للمرأة. وقد أعرب الاتحاد المصري لمراقبة الانتخابات عن تخوفه من تزويرها بعد حرمان نحو 1000 مراقب من ممارسة مهامهم. وصل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى طهران في زيارة تعد الأولى من نوعها منذ دخوله المعترك السياسي. وعقب وصوله التقى رئيس الحكومة اللبنانية بنائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي، ومن المقرر يلتقي الرئيس أحمد نجاد في وقت لاحق. قال نور المالكي رئيس الوزراء العراقي المكلف إن الاتفاقية الأمنية المبرمة مع الولايات المتحدة والتي تشمل انسحابا كاملا لقواتها من العراق في نهاية عام 2011 ستظل سارية وفق ما خطط لها. اندلعت اشتباكات في سول عاصمة كوريا الجنوبية بين عشرات المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب أمام مبنى وزارة الدفاع، احتجاجا على ما وصفه المتظاهرون بضعف رد الفعل الحكومي على القصف الكوري الشمالي لجزيرة يونغ بيونغ الأسبوع الماضي. تظاهر الآلاف في شوارع العاصمة الأيرلندية دبلن احتجاجا على خطة التقشف المرتقبة التي تدرسها الحكومة لإنقاذ البلاد من العجز في الموازنة بسبب الديون. إلى اللقاء.